القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. استشهاد وجرح عدد من المدنيين وعناصر حفظ النظام برصاص مسلحين. أفيمكن لشامنا هذه أن يكون هذا شأنها مع رمضان؟ لأول مرة في تاريخها، أجل لأول مرة في تاريخها. العلامة البوطي يحذر مما يبيته البعض لزعزعة أمان سوريا في شهر رمضان المبارك. وأهالي حمص يستقبلون جيش الوطن بالورود والأرز. نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون الدنيا، السلام عليكم. استشهد مدني برصاص مسلحين يستقلون سيارة إسوزو في منطقة إعزاز بريف حلب، وأصيب مدني واثنان من قوات حفظ النظام برصاص مسلحين في المليحة بريف دمشق، كما أصيب عنصر من قوات حفظ النظام بجروح بنيران مسلحين أطلقوا النار بدوار باب تدمر في حمص، وأطلق مسلحون النار على المدنيين وعناصر حفظ النظام في كفرنبل بإدلب. هذا وقد نقل مراسل الدنيا في درعا أن تفجير مجهولين لحاوية قمامة جانب الجامع العمري تسبب بجرح عشرة أشخاص من حفظ النظام، حالة اثنين منهم خطيرة. في ريف دمشق أصيب مدني واثنان من قوات حفظ النظام برصاص مسلحين في المليحة، وفي دمشق انفض قرابة 25 شخصا حاولوا الدعوة للتظاهر والتحريض أمام جامع الأشمر في الزاهرة بعد عدم الاستجابة من قبل المواطنين لهم. وفي الكسوة في ريف دمشق أشار مندوب الدنيا إلى تجمع محدود لا يتجاوز عدد المشاركين فيه 150 شخصا، وجرى تجمعان في الحجر الأسود والقدم بعد صلاة الجمعة. وفي الزبداني نفى مراسل الدنيا خروج الآلاف، وقال إن الذين خرجوا لا يتجاوز عددهم 150 شخصا تفرقوا سريعا. وفي الحسكة ودير الزور ذكر مراسل الدنيا أن هناك تجمعات متفرقة في عدد من مناطق المحافظتين ما لبثت أن انفضت، وأشار مراسل الدنيا في حما إلى تجمع في ساحة العاصي، فيما نفى مراسل الدنيا في حلب ما بثته قناة الجزيرة عن تظاهرات حاشدة في المدينة الجامعية، مؤكدا خروج عدة أشخاص تفرقوا سريعا. مصدر إعلامي سوري يؤكد أن ما تناقلته بعض المحطات الفضائية عن وجود انشقاقات في صفوف الجيش والقوات المسلحة هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ووصف المصدر ذلك بأنه محاولة يائسة لاستهداف سمعة قواتنا المسلحة والنيل من رسالتها الوطنية السامية في الدفاع عن الوطن واستقراره وحماية أمن المواطنين وسلامتهم. في سياق ثان، روى أحد جرح الجيش العربي السوري في حمص وقائع تفجير قنبلة به لأنه لم يرضى إعلان الانشقاق من الجيش، ونقابة المحامين في السويداء تنفي ما بثته بعض القنوات المغرضة من أخبار كاذبة تدعي فيها أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة واعتدت على المحامين فيها. فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي يؤكد أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والرحمة والمغفرة والبركة، وأن هناك من يحاول أن يفرغه من مضمونه بنشر أجواء الخوف والفتنة في صفوف السوريين. وقال فضيلة الشيخ البوطي في خطبة الجمعة في مسجد بني أمية الكبير في قلب أقدم عاصمة مأهولة منذ بدء البشرية، والتي نقلها تلفزيون الدنيا على الهواء مباشرة، قال إن رمضان يجمع ولا يفرق، وأن قول الله تعالى إنما المؤمنون أخوة هو دستور العمل، خاصة أن ما يلي هو قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، مذكرا بأن عهد الشام برمضان أنه شهر محبة وتآلف، وأن المسجد هو بيت الله لا منطلق الفتنة والفوضى. من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله سبحانه وتعالى. ترى ما هو مصير
من حاول أن يفرغ هذا الشهر المعظم من المضمون الذي أحبه الله عز وجل له، حاول أن يفرغه من الرحمة التي أرسلها من خلاله إلى عباده، وأن ينثر وأن ينشر في مكان ذلك المخاوف والفتن وأسباب القتل والتخريب. ما مصير هذا الذي يقبل إلى مساجد الله عز وجل في أمسيات رمضان ثم لا يدبر عنها إلا وهي خاوية من روادها؟ ترى هل هذا هو الأمر المبيت لشهر الله عز وجل عندما سيقبل عما قريب؟ أنا أتساءل وأنا أتصور ما قد بلغني، وأرجو أن يكون ما قد بلغني خطأ وليس صحيحا، ولكني أفترض أن يكون الأمر صحيحا. أفيمكن لشامنا هذه أن يكون هذا شأنها مع رمضان لأول مرة في تاريخها؟ أجل، لأول مرة في تاريخها. ها أنا ذا أتوجه من هذا المكان إلى إخوة لنا سواء كانوا في داخل هذا البلد المبارك أو كانوا في خارجه. ها أنا ذا أناشدهم بقول الله عز وجل القائل إنما المؤمنون إخوة، ألا يمزقوا أمر الله عز وجل القائل بعد قراره فأصلحوا بين أخويكم. أناشدهم إيمانهم بالله عز وجل أن لا يستبدلوا بالصلاح الفساد. أنا لا أتوجه بهذه المناشدة إلى من وراءهم، إلى الملقنين داخل المسرح. متى كان داود ليفي يهتم بهذا الذي أقول؟ هذا الذي يمسك أيها الإخوة بملف سوريا وقد راهن على أن كل ما قد قرره سينفذ. لا أتوجه إليه ولا إلى صحبه الغادين والرائحين ما بين إسرائيل وباريس صباح مساء من أجل أن ينضجوا الخطة ومن أجل أن يقفزوا من رسمها إلى تنفيذها. لست منا في شيء، ولكني أتوجه إلى إخوة أعزة لنا، أتوجه إلى من يجمعنا بهم نسب الإيمان بالله. أيعقل أن يكون مسلم سببا لهذا؟ ثم ماذا يفعل هذا كله باسم الجهاد؟ أرأيتم إلى جهاد يحارب شعارات رمضان؟ إخواننا المؤمنون بالله أسمى من أن يكونوا على هذه الحال. إخواننا المؤمنون بالله سيستيقظون ولسوف يقطعون صلة ما بينهم وبين ليفي، ولسوف يقولون لسنا منك في شيء، لسنا جنودا لك على باب الشيطان، لسنا جنودا لك مهما وصفتنا بأننا أصدقاء المغفلون. تناقلت بعض مواقع الانترنت الضالة المضلة أخبارا ملفقة عن دعوة وزارة الأوقاف للمشايخ والخطباء في دمشق إلى اجتماع بحضور مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسون، وألصقوا به دعوة ملفقة بأنه اقترح ألا يصلي الناس التراويح في هذا العام بسبب الحر، وأردف بأنه يطلب منع الصلاة التراويح حتى لا يخرج الناس في مظاهرات. الحقيقة بالصوت والصورة. إلى متى نحب أو يحب بعض الناس أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ لذلك بارك الله لنا في رجب وشعبان،
اللهم فبلغنا رمضان الذي جعله نبيك صلى الله عليه وسلم في خطبته: جاءكم شهر كريم أوله رحمة، أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. بالله ما أجملك يا رسول الله، ما أكرمك، ما أحلاك، وأنت تجعل شهر رمضان أوله رحمة، وآخرون الآن في التلفزيونات منفرجيكم يا سوريين شهر رمضان سنحيله نارا. باللفظ، بالليلة الماضية رجل جالس في السعودية أمام الرائي، نقول لهؤلاء المتخاذلين في سوريا: سنجعل من رمضان شهر النار التي تحرق. أما سمعتم رسول الله يقول: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار؟ اللهم يا من يريدون أن يحرقوا بلدنا أصلحهم يا رب، مبدأ الأحرقهم عشان ما أصير مثلهم، أصلحهم، أنر قلوبهم، اهدهم، أبعد مكرهم عنا، أبعد شرهم عنا. مراسلو تلفزيون الدنيا في مدينة حمص يؤكدون أن 40 شخصا أصيبوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقتي المريجي وباب السباع، منهم 32 عنصرا من قوات حفظ النظام و8 مدنيين. واستدعى انتشار هذه المجموعات وقيامها بقطع الطرق في هاتين المنطقتين وإطلاق النار استدعى تدخل وحدات من الجيش لإجراء عمليات تمشيط وبحث عن عناصر هذه المجموعات التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب وروعت المواطنين، حيث تم إلقاء القبض على عدد من أفرادها. وكان مصدر عسكري قد أكد أن أي استهداف لعناصر الجيش والقوات المسلحة هو استهداف لكرامة الوطن وكبريائه وأمنه واستقراره، وأن الرد سيكون حازما وحاسما على كل من يفكر باستهداف قواتنا المسلحة، رمز عزة الوطن وإبائه. صوت أهالي باب السباع والعدوية والمريجة في حمص دور يؤكده الأهالي، مثنين من خلاله على الجهد الجبار للجيش في إعادة الأمن والأمان لسوريا. الله محيي الجيش عمي، نحن بلد جيش ما فينا نتحرك. لولا الجيش تراك ما كان صار هيك، والأمن اللي هلا استقر شوي، يعني إن شاء الله بضل مستقر هيك. بعد ما نزل الجيش الحمد لله حل الأمان، حل شعرنا بالطمأنينة وين ما كان، خلص الواحد هو بيته بيعرف إنه خلص في جيش، معناتها هذا جيش، جيش الوطن، جيش حماة الديار. والحي الجيش اللي حامينا وحامي الوطن. الله يحميهم. يحمين الأهالي. هم الشمعة التي أنارت الظلمة الكالحة التي نسجت في ستارها مؤامرة الدم ضد سوريا، فكانت بمثابة خنجر الغدر التي طعنت به سوريا من ظهرها. مهما طال الزمن ومهما حاولت أيادي الغدر مواصلة طعناتها، ومهما بقيت أوراق المؤامرة تفرد، لا بد من شمس الحق أن تسطع لتحرق وطاويط الليل الذين هددوا أمن الوطن وراهنوا على وعي شعب لم يعرف في يوم إلا تقديس القيم، ومنها صون عرض الوطن كواجب وحق على كل من يعرف معنى سوريا ومن هي سوريا. مدينة جسر الشغور وريفها تشهد عودة المزيد من المواطنين من المخيمات التركية بعد أن أرغمتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم، وذلك عبر بوابة الحسانية. وقال عدد من العائدين إن قيام المجموعات المسلحة بأعمال الترويع اضطرهم لأن يتركوا منازلهم خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم من الأعمال الوحشية لهذه التنظيمات. مراسلنا في إدلب رصد أجواء المدينة في دواري هنان والكورنيش وسجل مشاعر المواطنين. إدلب أرض الطيب واللون الأخضر لا شيء يدل فيها على أن الحياة غير طبيعية. الأسواق والمنتزهات تعود لاستقبال من غاب عنها. إدلب الخضراء تعيش استقرارها الجديد القديم. فن الحياة ظهر بعد غفوة حاولت تعكير صفو المدينة والأهالي. الحياة عنا بإدلب طبيعية الحمد لله، وفيها أمن واستقرار، وبيعود طبعا الوضع
الشعب المرتاح يعني بهالجو هذا، ونحن مبسوطين بهالايام الكويسه بان شاء الله بتكون علينا كثير كويسه، والحمد لله وبنشكر الجيش وبنشكرهم لانه امننا الامان والاستقرار في بلدنا، والحياه حلوه كثير هون وطبيعيه وما في عندنا شيء، وسوريا بالف خير والامور كلها ماشيه والاجواء كلها كويسه، ايام الحمد لله باستقرار وامان وما في شيء عندنا ابدا ابدا، وهي الشيء ظاهر قدامكم انه الحياه طبيعيه كثير كثير في ادلب.